الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا رقم واحد على توفيقه لينا وعلى ان احنا النهارده طلعنا بالحاجه الاهم النهارده من الماتش وهي الثلاثه بونت. بالنسبه للاداء يمكن انا شايف ان احنا لسه في بدايه فتره تولينا المسؤوليه في الفرقه. في حاجات كتير جدا بالنسبه لاسلوبنا وفلسفتنا ان احنا نقدر نقدمها للولاد، ولكن ما كانش عندنا مساحه من ساعه ما تولينا حوالي 3 ايام قبل ماتش اسيوط، وبعد ماتش اسيوط اتبلغنا ان في تعديل عشان المنتخب. يمكن اشتغلنا تمرينتين قبل الماتش. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نقدر نعالج الحاجات دي كلها ونقدر نروح لاداء افضل من كده. كمان انا دايما بتكلم مع لعيبتي ان احنا في الوقت الحالي النتيجه بالنسبه لنا رقم واحد عشان نقدر نعدل الوضع اللي احنا كنا فيه في بداية تولينا المسؤولية. يمكن كان قابل الفريق سوء حظ في البداية كده، ولكن الحمد لله يعني الأمور اتحسنت إلى حد ما. طبعا مش دي مكانتنا ومش ده طموحنا، ولكن بنحاول الفترة اللي جاية إن شاء الله إن احنا نرجع فرقة النادي الأهلي للمكانة إن شاء الله في صدارة الجدول بإذن الله. والله طبعا هو مجموعة بتاعة 2005 اللي موجودة في النادي مجموعة كويسة جدا، وفيها لعيبة كرة كويسة جدا، وفي اسماء كويسه وفي اسماء مبشره ان شاء الله تبقى في المنتخب الفتره الجايه دي، وخلال الفتره الجايه برضو ان شاء الله باذنك يا رب ينافسوا على البطوله وياخدوها ان شاء الله. اما بالنسبه لموضوع حازم جمال، فطبعا حازم حارس مميز، حارس كويس، عنده ستايله كويس، مبشر ان شاء الله ان هو يكون حارس مرمى المنتخب ان شاء الله رقم واحد. ومن بعد كده ان شاء الله احنا بنعده باذن الله ان هو يكون كمان ذخيره للدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله. والله طبعا هو دي سياسه النادي عامه وسياسه الكابتن احمد ناجي طبعا من ساعه ما جه ان هو الناس تشتغل باسس علميه، وان احنا سياسه ان احنا نعد الولاد ان هم يبتدوا ياخدوا الخبرات من خلال الماتشات ومن خلال التصعيد للدرجه الاولى، عشان ما يبقاش الدنيا بالنسبه لهم بعيده او مفاجاه، بالعكس يبقى واخدين على كل الاجواء وما فيش عندهم مشاكل، ويبقى واخدين الثقه في نفسهم ان هم في اي وقت في اي وقت منتخب محتاجه ودرجه ولا محتاجه يبقى موجود وحاط رجله. طبعا هم ثلاث نقاط مهمين جدا. كان الشوط الاول يمكن كان الماتش ماشي مستريح شويه لحد اخره كده، الدنيا بدات تصعب ونزلنا الشوط الثاني، يمكن اهتمامنا قل بالماتش، ولما جبنا الجون الثاني الدنيا ريحت. وطبعا يعني بعيدا عن كل ده، يعني عايز اشكر اللعيبه ان احنا اصلا مستوعبين دلوقتي مع كابتن حسن لسه جاي وبيدينا تعليمات كتير، واحنا طبعا يعني عايز اشكر اللعبه اللي احنا قادرين ننفذ كده في الوقت القصير اللي احنا فيه ده، وبشكر الجهاز وبشكر اللعيبه. طبعا الحمد لله المكسب النهارده كان في توفيق كبير من ربنا. اول حاجه حابب اشكر الجهاز واللعيبه على الاداء النهارده. بدأنا المباراة بشكل كويس، قدرنا نجيب جون في الشوط الأولاني، وقدرنا نعزز ده بجون في الشوط الثاني في أول 10 دقايق، فده فرق معنا في الماتش. أي نعم الشوط الثاني قلينا شوية، بس الحمد لله قدرنا نحافظ على النتيجة يعني. والحمد لله يعني كان في توفيق كبير من ربنا يعني النهاردة يعني. الحمد لله على المكسب. إحنا الأول كسبنا الحمد لله 2-1، وفي الشوط الأولاني كنا كويسين، الشوط الثاني تأثرنا شوية، البدن وقع شوية، بس الحمد لله يعني على المكسب يعني. ان احنا في الشوط الثاني قصرنا شويه، البدن وقع، لازم نتمرن احسن من كده، نركز اكتر من كده، في ناس يكون عندها مسؤوليه اكتر من كده. الحمد لله يعني. ايضا بنبارك لفريق 2009 اللي قدر يفوز على سيراميكا كليوباترا.